إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة حتى كشف الله به عنا الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد عباد الله، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد عباد الله، فإن الله عز وجل قد أوجد الإنسان من العدم، كان الإنسان عدما فأوجده الله سبحانه وتعالى بقدرته وقوته، وأمده بالنعم وهداه إلى الإسلام. فهذه ثلاث فضائل من أعظم نعم الله عز وجل على العبد، أوجده من العدم وأمده بالنعم ورعاه سبحانه وتعالى في بطن أمه حتى ولدته، حتى أرضعته، حتى كبر وصار ذا جسم قوي وصحة وعافية، ثم هداه إلى الإسلام بعد أن رزقه الله نعمة العقل، وأعطاه الله عز وجل من الصحة والقوة والمال والعقل ما يعينه به على الطاعات وكسب الأجر والحسنات. هذا من فضل الله عز وجل على الإنسان، أعطاه كثيرا من النعم حتى يكون قيامه بالطاعات والعبادات أمرا متمكنا، فلا يعجز عن عبادة ربه ولا يشعر بأنه يعني مكلف بما لا يطيق، بل أعطاه الله عز وجل من النعم ما يطيق. ولكني أكاد أجزم أن الله عز وجل سبحانه وتعالى ما أعطى العبد نعمة أعظم بعد الإسلام من نعمة الوقت، لا يوجد نعمة أعظم من نعمة الوقت، ولا الصحة ولا القوة ولا المال، لا ولا الصحة ولا القوة ولا المال، نعمة الوقت نعمة عظيمة. فكل واحد منا كتب الله عز وجل له عمرا مؤقت وأجل مسمى لن يموت حتى يبلغ ذلك الوقت المحدد. رزقك الله عز وجل صحة وقوة ومال، وأعطاك مدة معينة من الوقت تعيشها في هذه الدنيا، والآن انظروا معي كيف سيكون الوقت أعظم من نعمة من باقي النعم. نعمة الوقت أعظم النعم وأخطر النعم، حيث إنها مضت، إن مضت وتناقصت لن تستطيع أن ترجعها. ولو أنفقت ما في الأرض جميعا، إن ذهبت منك دقيقة واحدة أو ثانية واحدة لن تستطيع إرجاعها. هذا الوقت الذي يمر هو عبارة عن كنز، نعمة أنت فيها، وبعض الناس يهرقها يمينا وشمالا، وبعض الناس يستغلها. إذن فهذه النعمة لن تتكرر ولو بالمال ولو بالمال، ولهذا هي فضلت على المال، لأنها لا تقدر بالمال. لو أنها تقدر بالمال لاستطاع أحدنا أن يشتري وقتا، ولن تستطيع أن تشتري وقتا بدل الذي راح. ولهذا تعد نعمة الوقت أعظم من نعمة المال، فالمال يعوض والوقت لا يعوض، وكذلك سائر النعم الوقت أعظم منها. فلن تستفيد من قوتك وصحتك إذا ما معك وقت، يعني تخيل الإنسان مات خلص، هل سيستفيد من قوته وصحته؟ لا. ولن تستفيد من عقلك بدون وقت، ولن تستفيد من مالك بدون وقت، ولن تستفيد من الأعمال الصالحة بدون وقت. ولهذا نحن نقول بعد الإسلام لا يوجد أعظم نعمة من الوقت. ولهذا فإن استغلال الوقت هو رأس مال المسلم ورأس مال الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. مغبون اللي بيفوت بصفقة خاسرة، بحط أموال كثيرة فلا يرجع بشيء. تخيل واحد باع فراري بشكلين، فراري حكي 2 مليون شيكل، باعها بشكلين. تخيل مثلا إنه إنسان غبن في صفقته، معه كنز ثم فرط فيه وأضاعه ولم يستفيد من ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هناك نعمتين يخسر فيهما الناس في هذه الصفقة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يسأل عنه المرء عدة أمور، منها عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، والثنتين تتحدث عن الصحة والفراغ. بل نقول إن الوقت هو السبب المنجي للإنسان. ولهذا الله عز وجل في سورة العصر ماذا قال؟ والعصر، أقسم أول شيء بالعصر والذي هو الوقت. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني أسباب الفلاح أربعة: العلم، الذين آمنوا،
والعمل عمل الصالحات والدعوة إلى الله والصبر على ذلك كله. أربع أسباب منجيات. بدون الوقت تستطيع أن تكون بهذه الأربعة؟ لن تستطيع أن تكون بذلك. ولهذا أقسم الله عز وجل بالوقت والعصر. ولهذا تنوعت عبارات السلف في تفسير والعصر، منهم من قال عمر الإنسان ووقته والحياة التي رزقك الله عز وجل إياها. ولهذا عباد الله، جعل الله عز وجل في بعض الأوقات بركة وفضلا زائدا حتى تتدارك ما فاتك، وهذا من رحمة الله وهذا من فضل الله وليس من عدله، وإلا لو كان من عدل الله لحاسبك على الوقت الذي فرطت فيه، ولكنه غفور رحيم أعطانا بعض الأوقات لنتدارك ما فات، حتى يتدارك الإنسان ما خسره من أوقاته وأوقات عمره، فضاعف فيها الأجور وكثر فيها الحسنات. فبارك الله سبحانه وتعالى في رمضان شهر كامل، وبارك في العشر الأواخر منها، وبارك في ليلة القدر، وبارك في العشر من محرم والعاشر خصوصا عاشوراء، وبارك في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، وبارك في الثلث الأخير من الليل، وكذلك بارك في العشر الأوائل من ذي الحجة التي بدأت اليوم. يعني هو أول يوم، يوم الجمعة اليوم هو أول يوم العشر ذي الحجة. بل قال أهل العلم إنه لا يوجد وقت أفضل وأعظم بعد ليلة القدر من عشر ذي الحجة. بعد ليلة القدر لا يوجد يوم أعظم من هذه العشر التي دخلنا فيها، ولا حتى العشر الأواخر من رمضان، لأن العشر الأواخر من رمضان إنما فضلت بالليل وقيام الليل وعظمتها في الليل. هذه الأيام عظمتها في النهار والليل، وعظمتها أنها في كل يوم وكل دقيقة تستطيع أن تأخذ منها أجورا لن تستطيع أن تأخذها في أيام غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، ويقصد صلى الله عليه وسلم العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني لن يتفوق عليك في العبادة في هذه الأيام إلا هذا الرجل الذي خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. أما أنت كإنسان أدركت هذه العشر أدركت كنزا عظيما. ما من أيام، باش النبي عليه الصلاة والسلام نفى ذلك، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. وإن تنوع العبادة مطلوب في هذه الأيام، فلا يوجد نص يقول لك إن أفضل شيء هو الصيام، ولا نص يقول لك إن أفضل شيء هو قيام الليل، ولا هناك نص يقول لك إن أفضل شيء هو أن تختم القرآن. بل أنت مطالب الآن، أنت في سباق وفي منافسة، كيف تستطيع أن تستغل كل دقيقة من دقائقك في هذه الأيام العشر تستغلها في عبادة بغض النظر ما هي هذه العبادة. ولكن سنسرد بعض الآيات والأحاديث التي تتحدث عن بعض العبادات ذات الفضل العظيم التي يمكن الإنسان أن يستغلها في هذه الأيام. أولا الصيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام العادي، صيام تنفل في أي صيام آخر غير رمضان، قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. وإذا أبعدت عن النار إذن أنت تترقى في درجات الجنة، هذا في يوم عاد، فكيف بالأيام بأيام العشر من ذي الحجة. ومن المعلوم أن الصيام من العبادات التي هي مستمرة الأجور، ما دمت صائما فأنت تؤجر، يعني منذ اللحظة التي بدأ فيها عبد الصيام حتى المغرب أنت في عداد حسنات لأنك في عبادة. والجميل في الصيام أنها عبادة طويلة طويلة، ساعات أنت تصوم ساعات، فأنت في الساعات هذه ولو كنت نائما تؤجر على هذا الصيام لأنك في عبادة. ولكن الذي يريد أن يربح لا ينام ولا يرتاح، بل يتعب في هذه الأيام العشر. كمثل الصلاة أيضا، أنت منذ أن تكبر في الصلاة أنت في صلاة حتى وفي أجر وثواب حتى تسلم منها، بل قيل أنت في صلاة ما انتظرت الصلاة، يعني حتى وأنت تنتظر الصلاة أنت في صلاة. كذلك من العبادات التي ينبغي استغلالها ختم القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله، حرف واحد من كتاب الله، فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف؟ لأنه في لغة العرب كانوا يقولون بدل حرفا وغير حرفا أي بمعنى الكلمة، فكانوا يطلقون كلمة اسم حرف على الكلمة، يعني خلينا نقول واحد اسمه محسن هذا اسمها كلمة أو حرف في لغة العرب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين إنه الحرف هنا مش الكلمة، مش اللي من قرأ كلمة كان له به حسنة ولا حسن بعشر أمثالها، بل وضح بإنه الكلمة المكونة من أربع
حروف أو ثلاث حروف فإنها فيها 30 حسنة. هذا من فضل الله عز وجل علينا. وقال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وتقرأها أي تتعلمها وتعمل بها أو تحفظها. فمن استطاع أن يعيش مع القرآن في هذه الأيام فهي أفضل أيام العيش مع القرآن. كذلك لا ننسى طلب العلم وتعلم العلم، فإن العلم يكاد يكون من أعظم العبادات بعد الصلاة، يكاد يكون من أعظم العبادات بعد الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قيل تضع أجنحتها للتواضع، أو قيل لأنها كان تكف عن التحليق والطيران فتجلس في مجالس العلماء رضا بما يصنع. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وهذا طبعا أهل العلم فسروه على قدر التفاته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان سراجا منيرا، وإنما يقتبس الإنسان نوره من النبي صلى الله عليه وسلم كما أن القمر يقتبس نوره من الشمس، فكلما كان القمر متجها إلى الشمس أكثر كان نوره أتم وأكمل. فالعالم الذي يكون ملتمسا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل أصح، متوجها إليها بتوجه كامل، أضاء مثل ما يضيء القمر. ولهذا قال: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. أما الكواكب فنورها محلها، فالعابد إنما فضله وبركته لوحده، أما العالم الذي ينشر العلم ففضله يتسع حتى يضيء للناس طريقهم كما يفعل القمر في الليل. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وهذا الوصف لا يكاد يوجد في عبادة أخرى. يعني أنك ترث النبوة، هذا لن يكون، ليس النبوة بحد أنه يصير يوحى إليك، لا، لن ترث علم النبوة إلا إذا كنت ممن يطلب العلم ويتعلم. ولهذا قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا في سائر الأيام، فكيف بمن اشتد واشتغل في طلب العلم في هذه الأيام العشر؟ أنا كنت أقول لك استغل وقتك، اجعل وقت للقراءة، اجعل وقت لطلب العلم. قال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، هدفه في الجامع جاي يصلي وجاي يتعلم خير ويعلمه، كان له كأجر حاج تام الحجة. وفي تكمل الحديث أنه من راح يعني في الليل كان له أجر معتمر تام العمرة. وقال عقبة بن عامر الجهني: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، كان يعني ينامون في المسجد، فقال: أيكم؟ وأهل الصفة كانوا فقراء من حيث المال، يعني كانوا جوعى وفقراء، يعني يعيشون في المسجد بسبب فقرهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: شوف طريقة التعلم، طريقة التحفيز، طريقة إحياء الهمم. قال عليه الصلاة والسلام: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان، منطقة وسيعة، أو إلى العقيق، فيأتي منه بناقتين كوماويتين؟ أنا بقدر منكم وانتم بهذا الحال الفقير والتعب والجوع يروح على منطقة اللي بيهم برعوا الغنم والخيول والإبل، إنه يروح يجيب ناقتين كوماويتين عظيمتي السنام، يعني مش ناقة صغيرة، ناقة ضخمة جدا، وكانت هذا من أنفس أموال العرب، من غير إثم ولا قطعة رحم ولا سرقة ولا شيء، تخيل، يعني بدون ما تأخذ إثم، من غير إثم ولا قطع رحم، إنك خلص تأخذهن هدية لك وانت ميت جوع. فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك. قال عليه الصلاة والسلام، طبعا هم مش فهموا شو دي كلهم، النبي عليه الصلاة والسلام هو ضرب لهم مثال ففهموا منه المعنى الظاهر. وأينا اليوم لو أعرض عليك تأخذ جي كلاس سيارتين مثلا، أو ثنتين رنج روفر مثلا، يعني وإن كان الناقة أفضل من سيارات اليوم، الناقة بتعطيك أكل، بتعطيك حليب، بتعطيك لبن، وبتساعدك، بنزينها بيخلصش، يعني إذا بتقارن الناقة بالسيارات اليوم هي أفضل وأتم وأكمل، ولهذا كانت من أنفس أموال العرب. فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك. فقال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث إذا ثلاث آيات خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. طب اللي بيجي يتعلم مثلا 10 آيات ويدرسها ويقرأ تفسيرها له 10 نياق، هذا بأجر كأنه لك هذا الكنز العظيم، فتخيل أجرها يوم القيامة. الإكثار من الباقيات الصالحات، هذا أيضا من العبادات التي ينبغي، بل هي تكاد تكون الحالة الأكثر عند الصحابة والتابعين.
وهي الذكر ورفع الصوت بذكر الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولهذا كانوا يجهرون بذلك. كذلك من العبادات التي يمكنك أن تتدركها في هذه العشر: الدعوة إلى الله والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني أنك تشتغل أنك تنكد على أهل المعاصي وتقول لهم هذا حرام وهذا حلال، هذا من الأجور التي تؤجر عليها. وفضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعددة. أولا، أنه من المهام، من مهام الرسل. شو وظيفة الأنبياء؟ أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فأنت تقوم بمهمة الأنبياء، فكيف تخيل كيف يكون أجرك؟ ثم أنها من صفات المؤمنين، ثم أنه سبب للتمكين في الأرض، قوله سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ومن فضائلها أنها من أسباب تكفير السيئات وتكثير الحسنات. الله عز وجل يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا تقوم بالأمر معروف ونهى عن المنكر، أنت بذلك تكسب الحسنات، وحسناتك هذه تكفر سيئاتك. بل هناك نص صريح على تكفير السيئات. يعني كثير من الشباب خاصة المشتغلين في الدين والدعوة قد يحصل فيه ذنب في خلوته، يعني يحصل فيه ذنب فييأس ويقنط ويقنط بالطاء، يعني ييأس ولا يقوم بالدعوة إلى الله، ويقول لك: أنا بالأول أضبط حالي وبعدين بقعد أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. لا يا أخي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره. يعني صار الطش بين الدار والمال، أو استعملت مصاريفك في شيء حرام، الفتنة اللي قد تكون تقعسك عن العبادة، فأنت مشان المال بتخاف أنك تنفق في سبيل الله، ومشان الأهل مرات بتفلس تعمل طاعات أو تعمل العبادات اللي تحتاج إلى تضحية وقت وغير ذلك، وولده وجاره، الصبر على أذى الجيران وغير ذلك. شو هذه كلها؟ تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكفر السيئات. ثم إنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب النصر، من أسباب النصر. لن ينتصر المسلمون حتى يكون من يأخذ على أيديهم إلى طاعة الله عز وجل. ثم إنه منجاة من الهلاك. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فلا يجوز، فلا يمكن الإنسان أن المجتمع المسلم أن ينجو من الهلاك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتعلمون حديث السفينة، قالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. حديث شرحناه سابقا. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يعمكم بعذاب. إذن فالأمر معروف والنهي عن المنكر، وأن تكون مصلحا، هذا من أسباب الفلاح وأسباب إنجاء الأمة. ثم هناك كثير من الطاعات: بر الوالدين وصلة الرحم والعفو عن الناس والصبر. والآن أسرد لكم بعض أحوال الصحابة والتابعين وأتباعهم كيف كانت في هذه الأيام. عن سعيد بن جبير: كان إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه، بل يأمر ويقول: لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر تعجبه العبادة. يعني كان يقوم الليل حتى تتألم قدماه. وكان الحافظ ابن عساكر يعتكف في شهر رمضان وعشر ذي الحجة، الاعتكاف في المساجد التزامها من أول يوم لآخر يوم، وهذا الاعتكاف له أحكام وله آداب. وعن ميمون بن مهران رحمه الله قال: أدركت الناس وإنهم لا يكبرون في العشر، يكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها. مش اليوم بفتحوا غناني بعلوا صوت الموسيقى، واللي بعلوا صوت مش عارف في المحلات والقاعات، واللي بكم السيارة مثلا معليها، واللي بطخوا في الشوارع، واللي بفكع كنابل. ليش هذولا بيستعلوا في المعاصي وأنت لا تستعلي بالتكبير؟ قال: من كثرتها وعلو صوتهم كان أشبهه بالأمواج من كثرتها. وسمع مجاهد وهو تلميذ ابن عباس، سمع رجلا كبر أيام العشر، فقال مجاهد: أفلا رفع صوته؟ أفلا رفع صوته؟ فلقد أدركتهم. لما يقول لك أدركتهم يعرف أنه أدرك الصحابي، يعني فلقد أدركتهم وإن الرجل لا يكبر في المسجد فيرتج بها أهل المسجد، ثم يخرج الصوت إلى أهل الوادي حتى يبلغ الأبطح فيرتج بها أهل الأبطح، وإنما أصلها من رجل واحد. الهم العالي والتكبير العالي، لماذا نخاف من التكبير ونستحي منه ونكبر بصوت خافت؟ وكما أن الأجور عباد الله تتضاعف، كما أن الأجور تتضاعف، فإن الحسنات أيضا تتضاعف وتكثر. فلأننا أيضا في الوقت الذي يكون فيه بركة العبادة وبركة الحسنات تعظم فيه السيئات. يعني تخيل في الوقت اللي أنت، خلينا نقول في عندنا موسم، دائما بحب أضربها، عندك موسم لخي ولا موسم دوالي ولا موسم كذا، اللي بيستغل هذا الموسم بيربح، صح؟ بيروح بيجيب بضاعة بيبيع بيربح. تخيل في ناس قاعدين بيحركوا بالدوالي وبيحركوا بالملوخية بيفسدوا فيها.
في الموسم اللي الناس محتاجين فيها. تخيل كداش عظم الأجر. فكذلك من الناس من إذا دخل عليه هذه الأيام الفضيلة لا يعبأ بذنوبه وسماعه للغناء والاختلاط والأعراس والكلام البذيء وغير ذلك والغيبة والنميمة، لا ينظر إلى هذه المعاصي، وإنما هي تكون أعظم منها في أيام غير الأيام الفضيلة. فكأنه سبحان الله البركة التي تصيب الحسنات تصيب السيئات، فبتصير السيئات مباركة أزيد. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربع حرم فلا تظلموا فيهن أنفسهم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. طب الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، لماذا قال في الأربع الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم؟ لعظمهن. فالإثم يعظم والظلم يعظم، وظلم النفس هنا قد يكون ظلمك لنفسك بالمعاصي أو ظلمك لغيرك بالاعتداء والعدوان. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ملاحظتين قبل ما نبدأ في موضوع ما يخص موضوع الأضحية. هذه الأيام الصيام فيها ليس واجبا، فلا ينكر على من لم يصم، لأنه العبرة هنا أن تأتي بالطاعات، العبرة هنا أن تأتي بالطاعات. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يصوم أغلبها أو يصوم بعضها، فكان صلى الله عليه وسلم ينوع في ذلك. ومن الناس من إذا صام شعر بالإرهاق والتعب فلا يقوم بعبادة غيرها، وهذا من كان هذا حاله. احنا نقول الصيام تعب، مش انه مجرد التعب، كل الصيام دائما في تعب، ولكن التعب الذي يقعسك عن باقي العبادات، فالافضل هنا ان تترك الصيام. ولا ينكر بعضنا على بعض، اذا يعني ممنوع تشرب قدام الصائمين وممنوع تاكل قدام الصائمين مثلا، لا، هذا مش زي رمضان. رمضان غير، لان الصيام واجب على الجميع. ومن الامور الاخرى ان الصيام اظن نسيت، بقت في بالي فائده فذهبت، الله المستعان. اذا نبدا الان في موضوع الاضحيه. الأضحية هي عبادة من عبادات الله عز وجل، وهي من النسك. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، يعني ما يكيم شعره ولا أظافره ولا يقص أظافره. طبعا هذا النهي مش نهي للتحريم، وإنما هذه سنة من باب أنه قالوا يعني أولا من باب الاتباع أول شيء للنبي عليه الصلاة والسلام، ومش دائما يجب أن تعرف الحكمة، ولكن أهل العلم يجتهدون ويقولون لعلها تشبه بالحاج، يتشبه بالحاج، كما أن الحاج يكون محرما، والناس كانت تحب الحج وتشتاق إليه وتتمناه، فمشان تشعر نفسك أنك واحد منهم فتترك ذلك كما أن الحاج يترك ذلك، فلا يأخذ من شعره وبشره. ثم أنه يعني يزداد انتعاش الإنسان لما يحرك يوم العيد، فبشر حاله نظيف ومتجدد، وهو أيضا فيه دلالة على التجدد. ثم إنها دلالة على الفقر والفقر إلى الله والتقشف. ولهذا كانت سبحان الله أعياد المسلمين دائما أعيادهم تأتي بعد عبادات ومشقات، يعني عيد الفطر يأتي بعد شهر رمضان وبعد العشر الأواخر بعد ليلة القدر. فعندما يعني يأتي العيد فتفرح لأنك قمت بالعبادة وتعبت من أجل الله عز وجل. وكذلك العشر من ذي الحجة أنت يعني تفرح بالعيد لأنك اشتغلت وتعبت وتكشفت وبعدت عن الدنيا وغير ذلك وأنفقت في سبيل الله. بل بعض العلم قال إنه هذه العشر مما يفضلها، أظن الإمام ابن حجر قال مما يفضلها أنه اجتمعت فيها كل العبادات، فاجتمع فيها الحج والصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك كله وذكر الله والشهادتين، فلم يجتمع في غيرها من الأوقات ما اجتمع في هذه الأيام. ونذكر ببعض السنن الخاصة في موضوع الأضحية. أولا يجب أن يكون يعني لها عمر معين، حدد حسب العمر مش حسب الكيلو، يعني الأضحية مش حسب كيلتها وإنما حسب عمرها. فمن الخراف، من الخراف يعني الكبش وغير ذلك، الأجدع، والأجدع اللي هو أجدع صوفه أيمال، يعني أول ما يبدأ يميل صوفه وهو ما زاد عمره عن ستة أشهر. ومن المعز والبقر والإبل الثني وهو ما ظهر ثناياه اللي هو أسنانه، وهذا يكون بعد سنتين. فالثني من المعز ما زاد عن سنة، ومن البقر ما زاد عن سنتين. إذا واحد يعني يضحي بمعزي جائز، مش يقول لك إيه جايب معزي، لا هي سنة، فيجب أن تكون أكثر من سنة، وأن تكون البقر أكثر من سنتين، وأما من الإبل فأكثر من خمس سنوات، يعني من خمس وما فوق.
ومن شروط الوضوء هي أن تكون سليمة. طبعا نقول هذا لأنه الآن الناس يشتروا، فيجب أن الإنسان يتذكر ويفهم كيف يشتري. السليم من العيوب الظاهرة، فلا يكون مثلا، فلا تكون الأضحية مريضة ولا عرجاء ولا عوراء، يعني مش مريضة هزيلة يعني جسمها يعني مش عارف تمشي ولا عارف كذا، ولا عرجاء فيها عرج في قدمها، ولا عوراء يعني إحدى عينيها ذاهبة، ولا عمياء. وإن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال أربع: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عمرها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي وهي المهزولة الهزيلة تبكي يعني مش ماكل منيح معظمي. وقال عليه الصلاة والسلام استشرفوا العين والأذن، يعني ركزوا في العين والأذن، هل مقصوصة مش مقصوصة، العين عوراء ولا لا، ومن تكسرت أغلب أسنانها أيضا يعني يتجنب ذلك. وفي رواية النهي عن العرباء التي انقطع أكثر من نصف قرنها إذا كانت لها قرنين، انقطع أكثر من نصف قرنها أو نصف أذنها. فيجب أنك يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فأنت روح اختار الكبش الأعظم والأفضل والأسمن. كان النبي أحيانا صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين، كبشين أملحين، حتى على العقيقة، حتى على العقيقة. ومما يعني نحن ذكرت هذه الفائدة إنه من الناس من يسأل أضحي أم أعقق وهل يجوز جمع النية، نقول الأولى لا، لا 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 تجمع نية العقيقة بنية الأضحية، لأن اختلاف العلماء في هل العقيقة أو الأضحية واجبة أم غير واجبة، فتفعل كل واحدة على حدة. أو بما أننا الآن في رمضان في فترة العيد الأضحى، فالأولى تقديم الأضحية على العقيقة، ثم بعد ذلك حتى يسر الله لك مالا تضحي أو تعق عن ولدك. هذا من باب الأضحية. والحكمة من الأضحية عباد الله، يعني لماذا الإنسان يضحي؟ اولا خلينا نعرف ان احنا الرفاهيه التي نعيش فيها هذه لم تكن معروفه في الازمان السالفه، يعني ما كان في شيء اسمه ان كل يوم تاكل لحمه، كل يوم تاكل دجاج، كل يوم تاكل هاي اللحوم. فكان من النادر جدا في زمن الصحابه وغيرهم من عمر العالم، كان من النادر جدا انك تلاقي اللحم وتطبخ اللحم وتاكل اللحم. بل كانوا يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اكل لحما ممكن يمر عليه شهر وشهرين وثلاث ولا ياكل الا التمر والماء. فكانت الحياه زمان فقيره. فتخيل انه الانسان الاسلام جاء وامر الناس انهم يذبحوا ويضحوا بشيء نفيس عندهم، فهذا ايضا فيه نوع من البذل والعطاء والتدريب على التضحيه لاجل الله سبحانه وتعالى. ونعلم انه هذه الفتره اللي احنا فيها من الرفاهيه انما هي فتره قصيره نسبه لعمر الكون، يعني اللي بتطلع على عمر العالم كله بيعرف انه تكاد لم تتكرر في العالم الرفاهيه التي نعيش فيها اليوم. ولهذا لا تستقل بهذه العباده، بتقول ما احنا بنقدر نشتري لحمه وبنقدر نلاقي يعني نروح على اي ملحم ونشتري، فليش الاضحيه؟ نحن نقول انت لا تنظر الى الاضحيه في زمانك الان، ولكن انظر اليها في باقي الازمان، ثم انظر الى كثير من حال فقراء الامه الاسلاميه، ترى أنهم في نفس الحال من الفقر والجوع والعطش والاستضعاف وغير ذلك. يعني ما تطلع على أمتك الإسلامية هم فقط أمتك الإسلامية اللي جوا فلسطين مثلا ولا اللي في مصر لحال، انظر على الأمة الإسلامية بشكل أوسع، سترى أن هناك كثير من البلاد التي لا تكاد تجد العشب لتأكله. فنسأل الله العافية والعفو، وأن يجعلنا ممن لا يكفر النعمة، بل نشكر الله عز وجل على هذه النعمة. والعبرة إذن من الأضحية هي القدرة على أنك تضحي بجزء من مالك، يعني حتى لو أكلت الذبيحة كلها، حتى لو أكلت الذبيحة كلها. يعني أهل العلم موضوع تقسيم الأضحية واسع، تقدر تأكلها كلها، تقدر تتبرع فيها كلها، تقدر تكسم، تقدر تطعم العيلة أو تطعم الناس اللي من عيلتك اللي ما ذبحوش وضحوش. إذن فالأمر واسع فيها، ويعني ما في رقم معين أنه لازم تحط الثلث اللي هو الثلث يعني بالتحديد، وإنما الأمر واسع. العبرة إذن إيش؟ إني جبت جزء من مالي اشتريت فيه خروف وذبحته لله، يعني كأنه نوع تقدر تشتريها في هذه تشتري لواعي العيد، تشتري مش عارف إيش غالي، ولكن أنت بتعمل هذا الأمر لله. فتخيل التدريب على طاعة الله وتوحيد الله وتعظيم الله، وأن تفعل ذلك لوجه الله سبحانه وتعالى. وليراجع أنه أثناء الذبح أحيانا لا يذكر اسم غير الله فيقول بسم الله، وأن يفعل ذلك ابتغاء وجه الله، ولا يذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله. هذه من الأمور المراعاة نركز فيها في الخطبة القادمة إن شاء الله. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا اللهم اجعلنا ممن يستغل هذه الأيام العشر. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وأعنا يا رب على طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فيه ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
الكافرين. اللهم يا رب ارحم المستضعفين من المسلمين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم داوي جرحاهم، واشف مرضاهم، وعاف مبتلاهم، واطعم جائعهم، وانصر مستضعفهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في اخواننا، حق اخواننا المسلمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا واسع الرحمه، وارحم امه الاسلام وردها الى دينك مردا جميلا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وانت اخي مقيم الصلاه اقم الصلاه.